السلام عليكم الاخوان والاخوات ومرحبا بكم في هذا الفيديو هذا الجديد ديال اليوم. الفيديو ديال اليوم واحد السؤال طرحته واحد الاخت كتقول بانه السياره جيت نديماريها ما بغاتش ديماري ليا السياره ما بغاتش دير امارش والضو دايز عندي يعني الباتري مزيان الضو دايز كل شيء عندي امارش في السياره ولكن الطوموبيله ما بغاتش دير امارش يعني الموتور ما بغاش يفيق من الناس ما بغاش ينوض ولكن هاد الاخت ما خلاتش لينا السؤال كامل مكتمل يعني واش السياره مازوط ولا ايسونس. غادي نحاول نوصل لكم الفكره كيف ما كتعرفوا كامل الاخوان انا كنكسب ليسانس عندي السياره ديال ليسانس غنشرح لكم المشاكل اللي كيكونوا في ليسانس وغنحاول نوصل لكم الفكره على السيارات ديال المازوط وشنو هما الاشياء اللي خاصكم تراقبوها وعلاش السياره ما كتبغيش دير امارش واخا عندك الضو دايز للسياره والباتري مزيان وكل شيء مزيان. بقاو معايا ما تمشيوش بعيد. الاخوان والاخوات السيارات سواء ديال الليسانس او ديال المازوط غنهضروا على الضو صفه عامه. هذا الشيء في الصباح او النهار كامل ولكن المازوط لا المازوط غادي نهضروا على شي بلانات في الصباح تنمشيو للكاب. اول حاجه هذا البلان اللي غنشرحوه دابا وغينطبق على المازوط والليسانس. جيت حليت الباب وطلعت للسياره ديالي جيت درت الكونتاكت ها هو دورنا الاغنيشن يعني السويتش دورناه طابلو شاعل فيه الضو يعني عندي كل شيء صحه سلام اللهم لك الحمد هكذا الطوموبيله غدير امارش حيدو بروميير هكذا ها هي دارت امارش ولكن كاين بعض الناس فاش كيبغي يدير امارش انا 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 الطوموبيله ما كتبغيش ديماري واخا الضو دايز عندك فين كيكون المشكل. بقاو معايا ما تمشيوش بعيد. اول حاجه اللي خاصنا نتيستيوها في الكهرباء غنوريها لكم شنو هي. بقاو معايا اول حاجه غادي نديروها كنتاكدوا باللي عندنا هاد السويتش مزيان يعني ملي كندورو هكا ها نتوما الطقه الاولى طابلو كيشعل الطقه الثانيه هاد البولات او لي فوايون كيفاش كتقول لهم بالفرنسيه كيشعلوا هكذا امارش. بعض الناس اش كيوقع ليهم بعض الناس شنو كيوقع لهم الطوموبيله فاش كيدور السويتش ها الضو يدوز يدور السويتش المره الثانيه الضو يدوز ولكن فاش كيدور يبغي يدير امارش الطوموبيل ما كتبغيش دير له امارش او ما كيدوزش الضو ما كتسمعش كاع الديمارو غر 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 غر. هنا فين كيكون عندك المشكل هنا غيكون عندك المشكل السويتش ديال يعني ديال الامارش الضو الاول يدوز الضو الثاني يدوز للموتور ولكن الضو الثالث باش يدوز البوستا مارشا اللي هي الديمارور ما كيدوزش ليها الضو يعني غادي تشوف الكابلات هنايا او تمشي تشوف الفيزيبلات. الحاجه الاخرى هي غنمشيو ليها دابا بقاو معنا انتم الاخوان. دابا اول حاجه ثاني حاجه غادي نديروها هي كنجيو لهاد ليكوس ديال الباتري هاد ليكوس ديال الباتري هادو كنحلوهم وكنحيدوهم هكذا وكنوليو هذا الكوس هذا كنشوفوا واش فيه الكالكير هنايا لداخل الا كان فيه هنايا الكالكير لداخل كنوليو هذا الكوس هذا نحكوه بالكاغيط الحرش ونقيوه وكنوليو نحكو هذه القوالب ديال الباتري حتى هما وكنوليو نحيدو هذا ديال الزائد حتى هو كنشوفوه من الداخل هنا واش فيه الكالكير كنوليو نحكوه ونقيوه حتى هو ونقيو له هذه القالب هذا ديالو الباتري ونوليو نردوه هكا وكنزيروه. حاجه اخرى الحاجه الاخرى فين كيكون عندك المشكل كيكون عندك المشكل هو الباتري كيكون ناقص مثلا الباتري باش ديماري ليك طوموبيل خص تكون فيه واحد الطاقه ديال الحراره من غير الفولتاج الطاقه ديال الحراره اللي هي ديال السخونيه باش هذيك السخونيه كتحول لواحد الطاقه ديال الباور اللي هو مجهد باش الباتري كتصبر ما كتفشلش باش دير لك امارش للسياره. الا ما كانتش كدير لك امارش يعني راه عندك الباتري فيه المشكل ناقص خاصك تبدلو او تشارجيه او تشوف المشاكل اللي عندك. هاد البلانات هما دابا هضرنا عليهم غادي نمشيو دابا للكابو او الثاني. الحاجه الاخرى الاخوان السيارات ديال ليسانس السيارات ديال ليسانس ملي كتجي كتبغي دير امارش اول حاجه اللي غادي تشوفها كتشوف البوجيات كتشوف البوجيات والسلوكه اللي خارجين من البوبين يعني اللي جايين من الديل كل البوجيات كتشوف واش ما فيهمش مشكل. الا كان عندك المشكل مثلا غير في سلندر واحد راه الموتور ما غاديش يبغي يدير لك امارش الا بعد صعوبه. الحاجه الاخرى
الحاجه الاخرى هو هاد هذا اش كيقولوا ليه الحساس ديال الريح. الحساس ديال الريح الا كان فيه المشكل الطوموبيله ما غاديش تبغي دير لك امارش في الصباح، غادي تولي كتعطل تضرب وتعاود تضرب وتعاود تضرب وتعاود عاد باش دير لك امارش. الحاجه الاخرى الفلتر ديال الريح، الفلتر ديال الريح الا كان مسدود ما غاديش يخلي الطوموبيله دير لك امارش، كتبقى الطوموبيله ديما مجيفه. الحاجه الاخرى هو هاد التيوات هادو ديال ليسونس، التيوات هادو اللي كيجيبوا ليسونس يعني للموتور، الا كان التيو مشقوق او التيو كينفس كيجبد الهواء، الهواء كيدخل لك للموتور الطوموبيله ما غاديش تبغي دير لك امارش. الحاجه الاخرى التاليه كاع اللي كتكون شويه صعيبه وكتبغي الفلوس هو ديمارور. ديمارور ما غاديش يبان لكم، ديما ديمارور كيكون عند لابواط ديال الفيتاس، واخا السياره مانيال ولا اوتوماتيك ديما كيكون عند لابواط ديال الفيتاس. المواتر اللي كيكونوا هكا بحال المواتر ديال المانيا مرسيدس وبيام وهذوك الحديد الكبير، كتلقى كيكون عنده لابواط غادي اللور يعني كيدفع باللور، كتلقى عنده الديمارور كيكون ليه قبالت لابواط. المواتر اللي كيكونوا هكا بحال ديال فولكس فاغان وديال الاودي وديال السياط كتكون عنده لابواط لهاد الجي وبيجو وسيتروين، كتلقى الديمارور لاصق عنده هنا، الموتور كيكون هكذا وعنده لابواط هنا في الجنب كيكون لاصق معاه الديمارور هنا. الديمارور كيكون فيه واحد السلك ما غاديش يبان لكم حيت هنايا الظلام، راهو الديمارور اللي كيبان لكم راه ليه كيكونوا خارجين منه جوج ديال السلوكه، كاين اللي كيكونوا خارجين منه جوج السلوكه، كاين اللي كيكون خارج منه سلك واحد. هذاك السلك كيتزير بالبوطون بالبولون ديال 10 او البولون ديال 11 او البولون ديال 13 او ديال 12. هذاك السلك اللي كيكون خارج ديال الضو يعني ديال الزائد كيكون مربي عليه الكالكير، الا كان مربي عليه الكالكير يعني الماس ما كدوزش ليه، ملي ما كدوزش ليه الماس الطوموبيله ما غتبغيش دير لك امارش. يعني في هاد الحاله هادي بلا ما تمشي للسويتش، السويتش ما تمشيش ليه، غادي تشوف هذاك السلك ديال الديمارور، السلك ديال الديمارور غادي تحلو غتنقيه. الحاجه الاخرى الديمارور كيكون طويل بحال هكذا، عنده واحد الزربوطه لداخل، ملي كتضرب انت يدير امارش هذيك الزربوطه عندها واحد اللاكس بحال هكا كيضربها باش ديك الزربوطه تخرج باش كتضرب في الفولا ديال الموتور باش الموتور يدور باش يدير امارش، غير الموتور يدير امارش ديك الزربوطه كتدخل. شي مرات كتسمع هذيك كتبقى ديريكت كتضرب يعني ديك الزربوطه ما كتخرجش، ديك الزربوطه ما كتخرجش باش تقبض في الفولا ديال الموتور، الطوموبيله ما غاديش تبغي دير لك امارش ابدا. هاد البلانات هادو اللي هضرنا عليهم دابا بالنسبه للسيارات ديال المازوت والسيارات ديال ليسانس، هاد البلان اللي هضرنا عليه دابا ديال الديمارور وديال الضو، كاع ما يتعلق بالضو كينطبق على السيارات ديال المازوت وليسانس، الا البوجيات والبوبين لا، البوجيات والبوبين معروفين باللي كيكونوا غير في ليسانس، المازوت راه كيكون بوحدو. ها هي كاينه طوموبيله ديال المازوت هي هنا، غنوريكم الحاجه اللي غادي تحضيوها شنو هي. انتم الاخوان هذا موتور ديال المازوت، علاش طوموبيله في المازوت ما كتبغيش دير لك امارش سيرتو في الصباح؟ غادي نهضروا على البلانات ديال الصباح. الطوموبيل ما كتبغيش دير لك امارش ديال المازوت في الصباح، اول حاجه اللي غتفكر فيها كدير لك طوموبيل امارش بعد واحد يعني كتسوفري معاها، بعد واحد كتسوفري معاها بزاف عاد باش طوموبيله كتشد راسها وكدير امارش. فاش كدير امارش كتولي دير الدخان ديما. شنو خاصك تشوف؟ خاصك تشوف البوجيات ديال البريشوفاج، البوجيات ديال البريشوفاج ديما كيكونوا هنايا في هذا الجهه لتحت. ها هما الا كيبانوا لكم، ها هو، ها هي واحد الشمعه. هذا موتور تبارك الله، قولوا تبارك الله، ديال 5 سلندر، فيها هي ها واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، شفتي هذوك الخمسة كاملين كيكونوا عندهم السلوك. ها هو واحد السلك كحل، ها واحد السلك كحل، راه هو عاوتاني عاود راه ليه. هذوك الشمعات شنو هو الدور ديالهم؟ هذوك الشمعات الدور ديالهم هو في الصباح ملي كيكون الموتور بارد الشومبرات ديالو كيكونوا باردين، حيت الطريقة ديال العمل المازوط والليسانس راه كيف وحدة، غير هو الموتور ديال المازوط الشومبره ديالو الا كانت بارده ما غاديش يدير لك امارش. الموتور ديال ليسونس لا، الموتور ديال ليسونس واخا كتكون الشومبره بارده كيدير هو امارش. علاش؟ حيت العافيه في وسط منه. المازوط لا، المازوط ما كايناش العافيه في وسط منه، الهواء خصو يتبريسا ويسخن والدرجه ديال الحراره ديال الهواء تطلع عاد باش يكون واحد الاحتراق او واحد الاشتعال او شي حاجه بحال هكا. وهذا الدور شكون اللي كيقوم به؟ كيقوموا به هاد البوجيات هادو ديال التسخان. هادوك البوجيات ديال التسخان الا كان التايمر ديالهم كيكون عندهم واحد التايمر، واحد لابواط
واحد لابواط، هذيك لابواط تايمر يعني هاد البوجيت كيخدموا بالتوقيت، مثلا غادي يخدم 30 ثانيه غير يعرف الشومبرا سخنات كيطفى، غير دور انت دير امارش الموتور غادي يديماري. هذاك التايمر الا كان فيه المشكل يعني البوجيات ما غاديش يدوز ليهم الضوء، او الا كان عندك البوجي ديال التسخان محروق البوجي ديال التسخان ما غاديش يدوز ليه الضوء نهائيا، ولا ما دازش ليه الضوء تبقى تضرب امارش الموتور ما يبغيش يدير امارش، تولي تضرب الموتور كامل كيتزعزع اخر لحظه فاش يدير امارش كتشوف الموتور دار امارش كيتزعزع بزاف كيدردك، والشاطمه كتولي تخرج لك واحد الدخان اللي كيكون هو كحال بزاف، وهذاك الدخان كثيف. تفهمنا دابا؟ هذا ديال الامارش. اما المشكل اخر او الثانيه هو الفلتر ديال المازوت. الفلتر ديال المازوت الى بزاف ديال المرات ما كتبدلوش يعني كيكون الفلتر ديال المازوت تبلع، ملي الفلتر ديال المازوت كيتسد ما كيخليش ما كيوليش يخلي لك المازوت يدوز لك للبومبا باش البومبا تدفع داك المازوت تكومبريسيه وتدفعو للانجيكتورات. راهما الانجيكتورات كيف ما كتشوفوهم راهما كاين خمسه راهم من لهنا لتحت، دوك الانجيكتورات ما كيوصلش ليهم يعني المازوت بواحد القدر اللي هو كافي، والموتور ما غاديش يبغي يدير لك امارش نهائيا. تفاهمنا على هذا البلان؟ والبلان الاخر هو الحساس ديال الريح. كيف ما وريتكم قبيله الحساس ديال الريح، ها هو هاد الحساس ديال الريح الا كان عندك فيه المشكل ما غيخليش الطوموبيله انها دير لك امارش. الفلتر ديال الريح او الثاني ما غيخليش الطوموبيله دير لك امارش. بالنسبه للسيارات اللي فيهم التيربو، الا كان عندك هاد الدوريتات هادو ديال التيربو منفسين، او عندك لانتر كولر راه هو الا كيبان لكم راه هو من لهنايا لتحت ما كيبانش، المهم لانتر كولر اللي كيبرد لينا الهواء ديال التيربو، راه ماشي كلهم الطوموبيلات فيهم لانتر كولر ديال التيربو، كاين اللي كيكون فيهم كاين اللي ما كيكونش فيهم. الا كان لانتر كولر كينفس او التيوات ديالو كينفسوا فالطوموبيله ما غاديش تبغي دير لك امارش الا بعد واحد المعاناه اللي هي كبيره. هذا هو البلان الاخوان ديال المازوط وليسانس. وصلنا لهذا الفيديو، بارطاجوا المعلومات مع الناس اللي ما عارفينش والله يعاونكم حتى لشي فيديو جاي ان شاء الله.